بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نظرا لما تقتضيه المرحلة الراهنة من تحمل للمسؤولية ووفاء لدماء الشهداء وآلام الجرحى وتضحيات هذا الشعب العظيم، نحن العقيد الركن عفيف محمود سليمان نعلن تشكيل المجلس الثوري العسكري في محافظة إدلب، والذي يضم كافة الوحدات والتشكيلات الثورية العسكرية في المحافظة، وندعو كافة العسكريين للانشقاق عن العصابات الأسدية والانضمام لثورة هذا الشعب العظيم. والله ولي التوفيق. عاشت سوريا حرة أبيها.